جيني كلود فان دام، إنه الأسطورة صاحب الشخصية الثقيلة الذي يسقط خصومه أرضا بأقل من دقيقة. أولا، مكان الميلاد. ولد جيني كلود فان دام في بلجيكا، وعمل في البداية في المطاعم وكان يغسل الصحون، وبعدها بدأ بممارسة اللعبة حتى حصل على البطولة عام 1976، وذلك لأسرع ضربة قاضية في العالم. لكن للأسف لم يكن يلاقي التقدير في ذلك الوقت، فقد عمل في الملاهي الليلية وكانت أدواره بسيطة جدا. وعندما شاهده أحد المنتجين وهو يداعب أحد أصدقائه بالقفز عاليا وهو يقوم بحركة الدوران 360 درجة، توالت عليه الأدوار منذ ذلك الوقت. وفي سن 11 تولى الباليه باعتباره فنا رفيعا، فقال: إذا استطعت اجتياز الباليه يمكنك اجتياز أي عقبات في الحياة. وبدأ في ممارسة الكاراتيه وحصل على الحزام الأسود. ثانيا، أساليب القتال. يمارس فان دام رياضة الكاراتيه نصف الاحتكاك وكاراتيه الاحتكاك الكامل، وكذلك الكينج بوكسينج. والثلاث مهارات فتحت لفان دام الطريق للنجاح في هوليوود. ثالثا، مشاكله الحياتية. عانى فان دام من إدمان المخدرات والتي جعلته يخسر حياته الزوجية، وتزوج 4 مرات وكل زواج لا يدوم أكثر من سنة، فإدمانه للمخدرات كان عقبة أمام حياته الزوجية وكذلك حياته السينمائية. دخل فان دام إعادة التأهيل لكنه خرج منها بعد أسبوع ورفض العلاج. وبعد تصوير فيلم ناك أوف توقف فان دام عن التدخين وأصبح ذو طابع انتحاري، وبدأت معالجته بأدوية تحسين المزاج. رابعا، أفلامه السينمائية الناجحة. من الأفلام التي خلدها التاريخ لفان دام هو فيلم رياضة الدم وفيلم الهدف الصعب، ولا ننسى أيضا فيلم القلب الشجاع، وأيضا فيلم شرطي الزمن، محققا ما يزيد عن 200 مليون دولار في أفلام ميزانيتها كانت 1.5 مليون فقط. وبعدها اختفى فان دام عن الأنظار وعاد في فيلم إكسبندلز، وكذلك في الإعلان الذي أثار ضجة كبيرة، حيث يقوم فان دام بالتوازن على شاحنتين. ويخلد فان دام إلى يومنا هذا كأسطورة لا مثيل لها. قناة الثقافة HT، معا للقضاء على الجهل. لقد سبقتنا الحيوانات بالسفر إلى الفضاء واكتشاف ذلك المكان الغامض. أولا، الكلبة ليكا هي كلبة فضاء.